الزوج اللي هو نون بقى، الزوج الموهوم، الزوج الموهوم والراجل الموهوم اللي عامل نفسه محور الكون. بصوا، اول صفة من صفاته ده ما عندوش نقاش، انسي، ما عندوش نقاش. حتى لو كنت محترمة في النقاش، حتى لو كان صوتك واطي وبتضحكي والبادي لانجوج بتاعتك لا 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 لا، مش عايز يسمع حاجة ولا عايز يسمع حل. طيب دي مصيبة. ليه؟ لا، بتفضل مشاكل زي ما هي، واما تتعايش الزوج، مطلوب منها تتعايش مع هذا الوضع، او جلسة الرجالة اللي هتقعد هم قالوا ان شاء الله ان شاء الله، وبعد كده ترجع ريما لعادتها القديمة. الزوج الموهوم اللي عامل نفسه محور الكون، اللي عامل نفسه محور الكون ده ما بيقبلش حلول. انا بقول لك، وما بيقبلش انك انت تتكلم حتى لو كنت محترمه في اسلوب عرضك للامر او كذا. دي نقطه. الزوج الموهوم اللي عامل نفسه محور الكون بيعمل ايه؟ بيحط مش ابتزاز، ولكن لو كنت عملتي كذا انا كنت عملت لك كذا، ما هو انت لو كنت سمعتي كلامي في كذا كنت عملت لك كذا، انت عايزه تروحي لاهلك، ما انت ما سمعتيش كلامي في نقطه زي ديت، فانا مش هعمل لك الحاجه الفلانيه. ويقول الكلام ده بعد اتمام الامر، او بعد انك انت مثلا تعدى الموقف. طب انت وعدني. لا لا، ده اولا ده مضطرب عاطفيا، عشان بس نبقى فاهمين، اللي عنده حاجه زي كده، ما انت لو كنت عملتي كنت عملت لك، وحطيت حاجه قدام حاجه، ده مش ناضج، ده مضطرب. حطت موهوم ان انا لازم الكون كله تحت رجلي، وانا محور الكون، والناس كلها هتعمل. انا عايزه اقول لكم ان ثالث صفه من صفاته في وقت المرض او وقت الاحتياج، انا وحالي ومرضي ووضعي والظرف الطارئ اللي انا امر بيه، من ان ممكن تبقى الزوجه تمر بنفس الظرف وبنفس الامور، او تعبانه او مرهقه او عندها، لا 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 ولا يعنيها. ايه انت؟ انا اللي بيبقى ده، اللي بيبقى وضعه بالشكل ده، ده مش بس كده، ده يستخسر الحاجه فيكي، يستخسر فيكي. ايه ده؟ وده 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 مواقف شفناها كتير جدا جدا. وكان معايا مره حالة صلح، وكانت جلسة، انتوا عارفين جلسات الصلح بتبقى جلسات يعني ربنا ربنا ينجينا منها، بتبقى صعبة جدا خصوصا بحضور الاهل هنا. الزوجة بتحكي مرة ان هي كانوا في كافيه وقاعدين، وعمل الزوج ايه؟ راح قال لها بصوا كالاتي، ايه ده؟ هو جايب لك صوت له بقلاوة هنا 3 قطع، وجايب لنا قطعتين ليه؟ انا احق بالطبق ده منك كده. طبعا يا عيني كان في اهل حاضرين زوم، وناس متوسطين حاضرين في القعده، هو اصلا مش شايف انك تستحق اي حاجه، لدرجه ان لو الويتر مثلا بتاع الكافيه جاب لك قطعه زياده، لا اذا انا احق منك وبدل الاطباق. ده 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 مش ناضج، ده راجل وزوج مش ناضج، تمام؟ طيب، من ضمن ان هو مثلا لو حصلت مشكله وانت مش راضيه مثلا، او في مش راضيه تقتنعي برايه، او عايز يقنعك غصب عنك بامر اصلا في ضرر عليكي او على اولادك، وانت بتحاولي تفهميه، مش عايز يسمع، ما بيسمعش حلول، فيعمل ايه؟ بصي بقى كده، يقوم جاي ايه؟ انا سايب لك الاوضه، انا هنام بره، انا مش نام جنبك، اي حاجه المهم انها تاذيكي ويعملك إكرام. طبعا يعني انا مش حابه اسمي دي بمسميات، ده سلا نرجسي، لا ده علاقه سامه وتوكس، يعني هنعتزل الناس صدقوني. احنا لو يعني فضلنا على كل علاقه قلنا عليها دي علاقه توكسيك، دي علاقه سامه، دي علاقه كذا، علاقه كذا، هنقعد في كهف لوحدينا. انا ما عنديش مشاكل، هنقعد في كهف لوحدينا، وهذا الكهف العظيم احنا ما بنتعاملش فيه مع بشر، لكن خيركم من خلط الناس وصبر عزام، وخصوصا لو كانت كهرباء درجه اولى، فبمنع الاذى قدر المستطاع، بمنع الاذى عني وعن اولادي قدر المستطاع، بالذوق وبالادب وبالاحترام. نعم، تمام كده، تمام. طيب، طبعا زي ما قلنا ان هو لا يعترف بخطا تماما، وعمره ما يقول ابدا انا اسف، ولا انا غلطان، ولا مش عارفه ايه، او حقك، مفيش القصص دي. الحاجة المصيبة بقى الأكثر، إن الراجل ده لو اتخاصم مع زوجته بيعاقبها ويمنع عنها المصروف، الشيء هي وعيالها.
او في نوع منهم اقل درجه شويه يقوم جاي واخد عياله مأكلهم بره وجايب لهم دليفري وجايب لهم معرفش ايه ومفسحهم وعاملينهم افضل حاجه وسايبها هي. والله حتى في حاله من الحالات في حاله غربه، تخيلي في غربه ما فيش حد، تقول مثلا هتروح لوالدتها ولا تتصل بوالدتها تعالي مثلا هاتي لي اكل او سابني من غير اكل او كذا او كذا، لا وسايبها، دي كارثه. الراجل اللي زي ده اتعامل نتعامل معاه ازاي؟ حدود واقفه، ولازم اهلك يتدخلوا. شوفوا انتوا عارفين ان انا مع ان احنا نقعد مع بعضينا ونتكلم، بس ده اصلا رافض يسمع، ده رافض اصلا يسمع انت هتقولي ايه ولا حلول ايه. والله حتى لو كانت محترمه، حتى لو ما كانتش العيبه بتطلع منها، حتى لو هي بتحاول تمتص الغضب غلط وتقول بقى انا هكمل، لا لا، هنا انا بقول لازم اهلها يكونوا متواجدين. اي راجل في قلب العيله يقعد ويتكلم معاها ويتكلم معاه ويقعد يشوفوا حل. هات يا ابني حد من طرفك يشهد عليك. ليه؟ علشان يعرف ان مش ان وراك ظهر بقى وهنقطعوك، لا 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 لا، عشان بس يفهم ان الله حق، ويعرف ان الامر ده احنا محتاجين فيه، ان احنا ما ينفعش الدنيا تبقى كده، ما ينفعش. الحل رقم اتنين، يبقى الاهل يكونوا عارفين. الحل رقم اتنين، خليكوا، اسمعي يا دي الزوجه بالله علشان خاطري، خليكي منطقيه في عرض المشكله. يعني لما تبقي في جلسه رجاله وعيلتك جايه، او في جلسه صلح سواء من هنا وطرف طرف من هنا وطرف من هنا، والزوج موجود واللي فيه الصفات الخمسه سته اللي انا قلتهم دول، حددي يعني واحد اتنين تلاته، الغلط كذا الغلط كذا الغلط كذا، بس ما تقعديش تسردي قصص. هم مش هيسمعوا لا ده ولا ده ولا ده، ولا هو هيسمع وهيطلع لك غلط في الحكاوي. لا، حددي الموقف الفلاني كتصرف كذا، الموقف الفلاني كذا، الغلط الفلاني، غلط الفلاني التلاته، ادي التلات اخطاء. رقم ثلاثة، ما تبديش اعتراض على حل من الناس اللي بتدخل مشكله. اسمعي الحلول هنا للاخر، واسمعي الحلول هنا للاخر، وبعدين قولي لهم ده يناسبنا كزوجه وكأم، ده يناسب اولادي، هذا لا يناسب اولادي. قولي، ولو ما قلتيش في قلب القعده ان انا مش قادره، وان انا الحاجات دي لا، والحلول اللي انتوا قلتوها دي حلول خزعبليه بعيده عن ارض الواقع وهو مش هيلتزم بيها، انسي وخلصت القعده، انسي انك انت تاخدي حل. احنا مش المستهدف يطلع مين اللي غلطان، ما مش مشكله، مش عايزين نعرف مين اللي غلطان ولا مين اللي ما غلطانش، لكن المستهدف ان يحصل حل. طب ما بيحصلش بقى، لا لا ما بيحصلش وهيفضل كده، يبقى اعذرنا الى الله، اعذرنا الى الله. اللي بيمنع عنك المصروف ويمنع عنك الاكل، اللي بيعاقبك ويقعد يبتز فيك عاطفيا، ده غير ناضج اصلا، يبتز فيك عاطفيا. لو كنت عملتي كنت وديتك، لو كنت سمعتي كذا كنت عملتك، ما انت يا ما انت ما قلتش، انت ما حددتش، كلامك كله غلط، مش عايز يسمع نقاش، بيعاقبك اصلا، شايف اللي في ايدك اصلا هو من حق وانت مش من حقك الامر ده، شايف نفسه محور الكون، يا اما اتعب يعاقب، لا انا كذا، لا انا مش واخد دواء، لا انا هنام على الكنبه، لا انا مش غير ناضج، يبتز سواء عاطفيا او كده. لا مالكيش حل. مين اللي بتقول انا لا ماليش حد والزوج بالشكل ده؟ رشا، مالكيش حد حبيبتي. واللي بتقول انا ابويا متوفى، هاتي يا بنتي اي حد من رجاله العيله، هاتي اي حد من رجاله العيله، هاتي راجل، هاتي عم، خال، جد، ابن خال، ابن عم كبير في السن يحضر، هاتي اي حد عشان خاطر ما تقعديش، هاتي حد ترتضيه من كبارات المنطقه، ده الفلان ده الفلاني معروف عنه الحكمه ومن كبار المنطقه ومن الناس الرجاله اللي في المنطقه كذا، وترتضيه وهاتي وهاتي زوجته. لكن ما تسيبوش نفسكوا كده الا اذا ردت، يعني ان واحده لو ردت بحاجه زي كده احنا هنقول لا، الا اذا ردت.